طب ليه هاجمت خالد بيبو وزعلته منه؟ انا هاجمت، انا ما هاجمتش، انا قلت ان كان المفروض او اتمنى ان هو ياخد فرصه بس يكمل. اتصالحت انت وخالد بيبو ولا؟ اه طبعا، مفيش احنا اصلا ما اتخاصمناش، احنا في اختلاف وجهات النظر، انما طبعا خالد اخويا وهشام اخويا وياسر اخويا وما نقدرش نستغنى عن بعض. بتسافر كل شويه المانيا وتعمل دراسات وموت نفسي واروح اخد مش عارف شهاده ايه وبتاع، وفي الاخر ولا بنشوف محمد عماره بتاريخه الكبير ده وتاريخه الاحترافي، ولا موجود مثلا بيمسك في الفريق الاول او قطاع الناشئين او ولا المنتخبات. صعب السؤال ده، ما توجهه للمسؤولين. انت توجهه ليه؟ انا اوجهه لك انت، عندك رد ليه؟ ليه ما عنديش رد؟ اسالهم ليه؟ اسالهم ليه؟ تاريخك مش كافي الكبير اللي انت عملته؟ لا كافي. عندي موضوع حلو. تاريخ حلو، تاريخ مشرف. منتخب ونادي الاهلي واحتراف واحسن لعيب في افريقيا مرتين اتنين وعندي موضوع، عندي سي في كويس. بس طبعا انت عارف بقى الشغل في مصر بيحتاج اصحاب وعلاقات والدنيا يعني. ليه كله بيقول كده؟ الشغل بيحتاج، لا هي ماشيه كده، في مجاملات وصحاب. هي ماشيه كده طبعا، ماشيه كده طبعا من زمان. من زمان مش من وليه ماشيه كده؟ عشان اللي ماسكين الكوره في مصر هم ما بيتغيروش. يعني اللي ماسكين في مصر الكوره هم ما ده بيروح وغيره بيجي، ده بيمشي يعني هم نفس المجموعه. بس بيعملوا ايه؟ روتيشن مع بعض. فترة تلاقي المجموعة موجودة وبعد كده تلاقي مجموعة تانية، فهيجي التغيير منين؟ طيب ليه 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 ما عملتش اتصالات وتتكلم وعايز ابقى موجود زي اي حد بيعمل كده؟ عملت. عملت. اتكلمت هو مين؟ هو كان في فترة من فترات المهندس هاني ابو ريده كان هو الرجل الاول في اتحاد الكوره وفي الاتحاد الدولي وفي مصر. كلمت المهندس هاني ابو ريده؟ طبعا. قال لك ايه؟ كلمته كتير جدا في مقابلات، يعني بقينا نتقابل في مناسبات اكلمه. وكلمت حازم امام لما كان موجود في اتحاد الكوره، حازم بحكم الصداقه والعشره. عملوا لك ايه بقى؟ حازم فتره من فترات طبعا مع كابتن احمد شوبير دخلت اتحاد الكوره، مسكت حاجه اسمها الاكاديميات مع الدكتور محمود سعد، بس طبعا ما كملتش لان انا يعني مش هو ده طموحي، يعني ان انا امسك مشروع اكاديميات يعني. انما طبعا ولا مرتبها كان قليل؟ الاثنين يعني المرتب وهو ما ينفعش انا ابقى شغال في اتحاد الكوره وفي زمايل ليا موجودين بياخدوا ارقام وانت تاخد رقم اقل. انت فاهم؟